إلى ذلك تتواصل الاستعدادات في مدينة كربلاء المقدسة وفي النجف الأشرف وباقي مدن العراق القريبة منها لاستقبال الزائرين من خلال توفير الخدمات الأمنية والطبية والمواصلات وغيرها من الخدمات لملايين الزائرين المتوقع أن يزورون المدينة خلال زيارة الأربعين. في ظل ظروف أمنية مختلفة وتغيرات سياسية متنوعة، تدخل الزيارة الأربعينية هذا العام بوضع استثنائي. ففي ظل توقع زيارة ملايين الوافدين إلى كربلاء المقدسة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تدخل المحافظات المعنية باستنفار تام. النجف من خلال مؤتمر صحفي أكدت وضع خطة أمنية وخدمية خاصة بالزيارة عبر انتشار أكثر من 18,000 عنصر أمنيا، فضلا عن مشاركة الحشد الشعبي في هذه المهمة، إضافة إلى الاستعدادات الطبية والوقائية من خلال نشر أكثر من 70 مفرزة طبية وسيارات إسعاف متطورة على طول الطريق المؤدي إلى كربلاء المقدسة. تم إكمال كل المستلزمات ما يخص أربعينية الإمام الحسين من ناحية قطعات التعزيز المطلوبة من الدفاع والداخلية، المراحل التمهيدية، وأكملنا الخطط وصادقنا عليها. فقد فقط عقد مؤتمرات للتنفيذ، وإن شاء الله سأكون جنباً إلى جنب مع الجميع لإنجاح هذه الزيارة المليونية. أما في كربلاء المقدسة فلم تختلف كثيراً عن سابقتها محافظة النجف من خلال استكمال كافة التحضيرات لاستقبال ملايين الزائرين بعد تشكيل غرفة عمليات مشتركة وانتشار أكثر من 25,000 عنصر أمني، فضلاً عن تهيئة عدة قطارات والآلاف من الباصات التي ستنقل الزائرين بعد انتهاء الزيارة، ما يسهم في انسيابيتها ونجاحها. اختلاف شديد في هذه الخطة من حيث الجهد الاستخباري، من حيث الأجهزة التي تم ابعاثها، من حيث إن شاء الله الأداء الذي سوف تجدونه في الأيام القادمة، من حيث القطوعات الموجودة، من حيث الأعداد الموجودة. هنالك خطوط أو حدود ونقاط تماس مشتركة بيننا وبين مدينة الفلوجة أو صحراء الفلوجة، منطقة العامرية، من الجهة الشمالية جهة جرف الصخر. الحمد لله اليوم الجميع مؤمن. خطة النقل في هذا العام خطة مرنة إلى حد ما، وإن شاء الله إن شاء الله لن يشاهد زوار المولى أبي عبد الله ما حصل في الأعوام الماضية. عدد القطارات التي ستشارك في نقل الزائرين على محور بغداد 10 قطارات، أيضا هناك قطارين إضافيين ينقل من محافظة بابل إلى محافظات الجنوبية، يصير العدد 12، وعدد الآليات على المحاور ما يقارب 5,000 آلية. ويشكل وجود 10,000 من النازحين على طريق كربلاء أبرز العوائق هذا العام بعد شغلهم المواكب الحسينية وتداخلهم مع الزائرين، ما ينتج زخما مضاعفا بالأعداد المشتركة، الأمر الذي تطلب حلولا مؤقتة علها تسهم في إكمال هذه الزيارة وفق ما أعدت له مسبقا. إذن الاستعداد جار على قدم وساق لاستقبال ملايين الزائرين، وذلك بعد وضع خطة أمنية وخدمية كفيلة لإنجاح هذه الزيارة رغم ما تواجهه من مصاعب استثنائية هذا العام. لقناة الكوت الفضائية، محمد رزاق، كربلاء المقدسة.